طاب يومكم. اليوم نتحدث عن موضوع جديد من قراءة اللغة العربية للصف السادس، ونحن الآن في الجزء الأول ودرسنا الدرس الثالث، وموضوعنا لنتعايش معا. لنتعايش معا. لصاحب الإعاقة، لصاحب الإعاقة، لصاحب الإعاقة الحق في التنقل بسهولة. لكل شخص الحق في التعبير بلغته الخاصة. لكل شخص الحق في ممارسة شعائره الدينية بحرية. الناس متساوون مهما كان لون بشرتهم، مهما كان لون بشرتهم. الناس متساوون مهما كان لون بشرتهم. لا فرق بين غني وفقير في الحقوق والواجبات. لا فرق بين غني وفقير في الحقوق والواجبات. الناس متساوون مهما كانت مهنهم. الناس متساوون مهما كانت مهنهم. وصلنا لخلاصة الموضوع. أولاً، لماذا تكلم عن صاحب الإعاقة؟ لأن لصاحب الإعاقة الحق مثل الناس في التنقل بسهولة. هل هناك فرق بين غني وفقير؟ لا فرق بين غني وفقير في الحقوق والواجبات. وشكراً لاستماعكم.